ما أعرف أي شيء عنها ولا رحتها في عمري أبدا. عالم ثاني. أنا ما عمري سافرت خارج المملكة ولا أعرف عن الشيء. طورها زي باقي الدول، لكن أنا أشوف أنها أحسن من إيطاليا. كل شيء صناعة يابانية كويس، بس ما رحت ما زرت. دولة عظمى، شعبها 24 ساعة صاحي، لا يفصلهم عن العمل وعن النوم إلا ساعات قليلة جدا. اليابان أساس العلم. أعرف أن البلد متقدم علميا وعالميا في الصناعة وفي التكنولوجيا، هذا تقريبا لا أعرف على اليابان. يعني الأكل يعني ما فيه، لكن غالي شوي، يعني اللي ما قد راح اليابان هذا زي كذا حيعاني شوي من الميزانية. أبعد هذاك عني، أي أبعد عني، روح شوي الحق صوت الحق.